جزيلا لك. اليوم الحلقة مفتوحة، غادي نجاوبوا فيها على تساؤلات كثيرة ديال المستمعين الكرام، كل ما عنده علاقة بالأمراض الجلدية أو بالشعر أو حتى بالأظافر. فمرحبا بتساؤلاتكم باتصالاتكم دائما على الأرقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 أو 05 22 88 00 61 61 أو 62. قبل ما غادي نبداو في استقبال المكالمات الهاتفية، غادي نمشيو باش نجاوبوا على بعض التساؤلات اللي كنا توصلنا بها دكتور عبد الله مرتقي. غادي نبداو بسؤال من عند محسن. محسن كيقول بلي العمر ديالو 24 سنة، كيعاني من مشكل ديال حب الشباب، ولكن لاحظ بلي الحمد لله كاين تحسن على مستوى الوجه ديالو. المشكل اللي عنده دابا هو واحد الحبوب اللي هو مقيح على مستوى الكتفين والظهر، قال درجة انه دابا ما كينقدرش ينعس على الظهر ديالو نهائيا لانه داك الحبوب كيعطيه الالام. فكيسولك شنو المعمول دكتور عبد الله مرتقي، خصوصا انه بما انه الوجه ديالو تحسن ما بغاش يرجع عند الطبيب مرة اخرى. فكيسولك واش كاين شي حل، واش تخاتمو اللي كان كياخذها قبل على الوجه ديالو ممكن يرجع وياخذها حتى على الظهر؟ بالفعل دونك بالنسبه للحب الشباب ما يمكنش يصيب غير الوجه، يقدر يكون حب الشباب يصيب الظهر والكتف كاع البلايص، يقدر يكون فيهم الشعر، داك الشعر يقدر يصيبهم. العلاج يقدر يكون نفسه، ولكن غير بالنسبه للمرهمات ولا الادويه المحليه ديال الظهر ما تكونش ديال الوجه، ديال الظهر بوحدها وديال الصدر. من الادويه عن طريق الفم بحال لي زونتيبيوتيك ولا ادويه اخرى تنعطيو، يقدر ياخذها ما كاين حتى مشكل على الظهر ديالو. نعم، غادي نمشيو هذه المره لسؤال اخر كذلك كنا توصلنا به من عند حنان. كتقول انا العمر ديالي 19 سنه، الله يخليك دكتور مرتقي، عندي مشكل ديال الكزيما في المنطقه اللي مورا الودنين، كتعطيني الالام بعض المرات كيكون سيلان ديال واحد الماء، حاولت انني نتجنب كاع الاشياء اللي ما كتكونش الذهب، قالت لانه كانت عملات حساسيه، وقالت كانت عملات واحد التاس ديال الحساسيه، وقال لها الطبيب اللي مثلا دوك المجوهرات او الاكسسوارات كذلك كيقدروا يديروا لها هذا المشكل. قالت رغم انني تفاديتهم في هذا البرد هذا تقريبا هذه المدة ديال 3 أسابيع رجعت لي الإكزيما كيف ما كانت في الأول. إذا هنا يجب عندها فقط غير في الودنين، يجب تشخيص المرض ديال الإكزيما. علاش دير الإكزيما؟ الإكزيما تكون إلا كانت لوكاليزي يعني محلية، هو سان بروبليم دو كونتاكت، يتسمى أن إكزيما دو كونتاكت. راه إلا ما حيدناش لا كوز واخا غنديروا الدواء راه تبقى ترجع الإكزيما. إذا ملي تنديروا واحد التحليلات ولا تنديروا لي تيست سوا لي باتش تيست ولا اللي تنديروا باش تنعرفوا النوع ديال هاد المادة اللي تدير الحساسية للسيدة، غتنعطيو العلاج عن طريق مرهمات ولا ادويه باش نحيدو تنداويو الكزيما، ولكن الا رجع الكونتاكت مع داك البرودوي الاليرجين راه الكزيما غادا ترجع. اذا دابا السيدات دونك عندها ورا ودنها، الا كانت ورا الودنين والودنين تيتفلحوا وداك الشيء، يجب خصنا نشوفوا التشخيص واش هو نيت اكزيما ولا شي مرض اخر. خاصة إلا كانت تبقى تدير حتى حاجة ورا ودنيها ولا هذا، يقدر يكون شي برودوي تدير، يقدر يكون الصباغ، يقدر يكون لو شامبو، يقدر يكون أي مادة تقدر دير لهذا المشكل ديال الحساسية ديال الكزيما، ولكن ماشي أي بلاصة فيها الالتهاب ديال خاصة في لي بلي راه سيد الكزيما. راه كاين أمراض شتى، أمراض كثيرة تقدر تعطي هذا المشكل ديال هذا الالتهاب لي بلي بلا ما يكون الكزيما. نعم، غادي نمشيو هذه المره للسؤال ديال صفاء. كتقول في عمري 22 عام كنت تعرضت لواحد الحرقه بالفران على مستوى الحجبان ديالي، مشى الشعر وما عاودش رجع نهائيا هذه المده ديال عام ونص. دكتور مرتقي الله يخليك، واش تنصحني بالزراعه ديال الشعر في الحجبان؟ اذا بالنسبه كانت حرقات بالفران، الحراره ديال الفران. نعم، حرقات بالفران. اذا الا كان عام ونص بنات الشعر ما نضوش غيبقى ينوض، هنا غتكون واحد الحرقه اللي غتكون عميقه. أيوة، اللي ادت الى التاثير على ما يسمى بالفوليكول بيلو، داك البصيله ديال الشعر ديال الحجبان. أيوة، عام ونص ما ناش لا شعر ما تلاش ينوض، تنشوفوا لابو ديالها كيفاش دايره. أيوة، فين غانبلونتي وفين غنديروا الزراعه ديال الشعر ديال الحجبان. أيوة، واش لا كانت لابو مزيانه وكوريك ما فيها سيكاتريس ولا والو. أيوة، راه تنديروا زراعه الحجبان تما، غير واش تنعرفوا بانه الزراعه ديال الحجبان راه ما تنديروش شي شعر ديال شي شخص اخر، ديال تنديروا الشعر ديال السيده. أيوة، تنجيبوا سوا من الراس ولا بلاصه اخرى عندها الشعر وتنبلونتيو. اذا كتقدروا تاخذوا من الشعر ديالها باش تزرعوا الحجبان. تنزرعوا الحجبان، العمليه اللي هي بسيطه، تخدير محلي. غير هو خصك تعرف بان داك الشعر، لان مادام تنجيبوه من الشعر ديال الراس راه تيطوال، خصها ديما تبقى تقصو في الصباح. اذا اول حاجه تنشوفوا لو تيغان فين غنديروا هذاك الزرع. اذا كانت لابو باقا مزيانه وما فيهاش واحد التشوهات راه غتكون عندها واحد. واذا كانت فيها تشوهات ديال الحرق، فيها تشوهات في الحرق يجب نعالجوا بعد هذوك التشوهات، هي اللي ندوزوا للمرحله الاخرى. اي حتى كيتعالجوا التشوهات. نعم،
نعم غادي نمشيو هاد المره باش نستقبلوا المكالمات ديال المستمعين الكرام دائما من خلال الارقام اللي هي 05 22 46 72 50 51 او 52 ولا 05 22 88 00 60 61 او 62. غادي نمشيو نستقبلوا معنا رشيده على الخط من مدينه فاس. مرحبا بك رشيده. مرحبا بكم على التسجيل. صباح الخير رشيده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله رشيده. بخير شكرا غير خطيكم حبيبه. تفضلي. مرحبا لاله رشيده. انا مدمنه من الراديو ديالكم. مرحبا لاله رشيده. يخليك شكرا. شوفي انا في عمري 56 عام. اييه. وفي الصيف ديما عندي ديري تتاكل تتقرصي بحال دابا بحال شي ملتي قرصك. هي في الصيف تبقى نحكم هنا ونحكم هنا بحال هادي نجي اما لا دخلت في الدوش وخرجت هذيك اكثريه بزاف. نعم. ما عرفتش مناش. ودابا الحاله ديالك في هذا البرد مستقره دابا؟ ملي تدخل البرد ما كاين والو. اييه. وفي الشتوى وفي الصيف هذا تيكون نحمي بزاف تنسعى كاع حتى الدموع تنبقى نبكي بالدموع. واخا الاخت وعندي بنيتي عاوتاني عندها 30 عام عندها مرودنيها بحال تيتقشروا وتياكلوها فوق الجفن تاع عينيها تياكلها. اييه. صافي هادشي اللي كان وشكرا الله يخطيكم. نعم واخا خليك معايا لاله رشيده دكتور مرتخي بغى يسولك واخا. واخا. اسمعي يا اختي بالنسبه في الصيف ما فيك لا حبوب لا والو غير تتحكي غير تتحكي. لا هي تنحك وصافي ما تيخرجش لا حب لا حموريه لا حتى شي حاجه بحال الملح تيقرصني من هنا من هنا من داتي كامله. دات كامله في شعرك حتى هو في لا شعري لا هي تندخل ندوب بحال دابا لا دوب بلا دوش وخا ما ندوش ينوض في الصباح تنوض بداتي كلها تتقرصني. وما تتاخذيش انت شي دواء على شي حاجه؟ لا ما تناخذش لا سكر لا طونسيون شي دواء تتاخذي مره مره ولا مره مره تناخذ دواء ديال هذا ديال الحساسيه. لا ماشي عطاني مشيت للطبيب عطاني واحد الصابونه درت تسعه والو تنخلي بحال دولامين ديال الراس وصافي. وانت عندك حساسيه ديال شي العينين نيوفس دار ولا شي حاجه؟ انا البنت اللي عندها 32 عام عندها الحساسيه مور ودنيها تياكلوها وفوق الجفن عينيها تياكلها حتى هي. ومن تاخذي واحد الدواء ديال الحكه تتولي مزيان؟ لا والو ما واخا عطاوني شنو ما عطاوني الدواء ما عطاني حتى حاجه صافي هو يدخل في الشتوى ما ندير بحال اللي ما كاين عندي حتى حاجه. أيه. ودابا تنفضل الشتوى على الصيف. اييه اييه حيت الحاله ديالك تحسن وكتكوني مرتاحه اكثر. كتكون مرتاحه. نعم. وفي الصيف الحكان بزاف. واخا. الحمام ما تنقدرش نمشي له. نعم. واخا لاله رشيده شكرا لك تواصلتي معنا من مدينه فاس. العفو شكرا جزيلا تفضل دكتور مرتقي. اذا بالنسبه لهذه الحاله ديال الاخت رشيده ضروري خصنا نديروا واحد التحاليل ديال الضغط. أيه. باش نشوفوا واش عندها شي مشكل داخلي اللي تيدير لنا تيدير لها هاد المشاكل. اذا ضروري نديرو تحاليل ديال الدم نديرو واحد لي تيست كوتاني ونديرو ليها. وخاصها تعرف الاخت رشيده في الحاله ديال الصيف تكون عندها الحالات خاص ما تكونش الحوايج ما يكونوش مزيرين عليها. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه خصو يكونوا الحوايج ديالها كلهم يكونوا ديال القطن ويكونوا متيسعين على الحالات ديالها. ولا كيما شارت لي قالت لك غير تمشي تحت الماء السخون وتبدا تبدا تحك بحال الحمام بحال الحمام تسمع واحد ليغتيكار كولينيرجيك ولا تقلق شويه ولا شي بدا جا ديال الحكه. اذا خصنا نديروا التحاليل ديال الدم وتاخذ واحد الادويه عن طريق الفم راه غادي تولي مزيان. ولكن خصنا ضروري ما نديروا التحاليل باش نشخصوا ليها بان ما عندناش شي مشكل داخلي تيدير هذا المشكل ديال الحكه. اي اذا التحاليل ديال الدم ضروري. واحد كاين مرض السيسام كاين امراض شتى اللي تقدر دير هذا المشكل ديال الحساسيه. نعم اذا التحاليل ديال الدم ضروري في الحاله ديال لاله رشيده. السكر غير الا كان لو نيفو ديال السكر طالع الا كان عندنا فقر الدم حتى هو كيعطي هذا الحال. الا كان الفقر الدم ناقص الا كانت لا تي اس اش هي كيليبري. اذا تنديروا واحد المجموعه ديال التحاليل داخليه ومن بعد تنشخصوا بانه تسمى ايديوباتيك ما كاينش شي سبب داخلي باش نعطيوها بلاد واحد الادويه تبقى ديرها في الصيف. واخا غادي نمشيو لمرة سؤالها الثاني بخصوص البنت ديالها 32 سنه قالت بلي عندها الحكه وحساسيه مور الودنين ديالها كيتقشروا وعندها فوق الجفن ديال العين. اذا بالنسبه الى كانت الى كانت الجفن وكانوا تالحجبان حتى هما عندهم هذا المشكل حنا غير خصنا ايفيتيو ما تكونش عندنا ما يسمى ديك لا ديرميتيبوريك الالتهاب الدهني الجلدي. إلا كانت حنا تنعرفوا كطبيب في التشخيص التشخيص السريري تنعرفوا لان تنشوفوا لابو ما تتكونش ملتهبه في هاد لا دي اس ما تكونش حمراء ما تيكونوش دي فيزيكول واحد الحبيبات حمرين. ولكن ملي تنلقاو هذيك تنقلبوا على مناطق اخرى اللي تتصابيها دي اس مثلا في الجلد ليزيغ هنا ديال الشعر هنا لو ديبي ديال الشعر ورا الودنين تنشوفوا الصدر تنشوفوا الكتف الفوق في الظهر الفوق وتنشخصوا بانه ماشي لا دي اس. اذا الا كانت هي وتنشوفوا لو تيغان ديالها هي قالت لك بان البنت عندها ديجا هي عندها مشكل ديال الحساسيه بان تنشخصوا بان اكزيما راه ماشي لا ديرميتيبوريك راه مشكل ديال الاكزيما. هنا خصنا نشوفوا شنو هو السبب باش نعرفوا شنو تيدير لها هذا المشكل ديال هذه الحساسيه باش راه كيما شرحت لي في بدايه الحلقه ملي تيكون مشكل ديال الاكزيما دو كونتاكت شي حاجه ديال الحساسيه اللي تنديروها راه لا ما حيدناش لو كونتاكت معها راه ما غاديش تبرى الاكزيما.
نعم، نمشيو هذه المرة من فاس، نمشيو لمدينة مكناس ونستقبل معنا فاتحة. مرحبا بك فاتحة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا، كيف لاباس عليكم؟ الحمد لله فاتحة، مرحبا بك. الحمد لله، الله يبارك فيك. أستاذ عفاك، بغيت نسولك الله يخليك للأسرة المرتقية، عفاك إيه؟ الشعر ديالي تيطيح بزاف من الجلدة ديالو، بزاف بزاف تيطيح بزاف. تنقول دابا زعما هي وقت اللي خلف هكا يتعا والو، تيطيح بزاف ما كيخلفش أي والو. نعم. شحال السن ديالك الأخت فاتحة؟ 28 أستاذ. ما تتاخديش شي دواء على شي حاجة ولا؟ لا حتى شي حاجة. دابا شعرك ميدم ولا ناشف؟ لا ميدم. ميدم وقليل، قليل بزاف. ودخلوا لك ولا عندك دوك لي غولف بحال دوك ديال الرجال من القدام ولا؟ لا ما عندكش. نعم. الخويات، الخويات من القدام. كاينين الخويات. عندك الخويات. والضفار ديالك تيطوالوا عاديين ولا تيتقشروا ولا الضفار ديالك؟ لا تيتهرسوا. تيتهرسوا. وفي العائله كاين اللي طاح ليه الشعر؟ الوالده، خوتك، عمامك، خوالك؟ لا. والشعر ملي تطيح لك واش تلقاها مهرسه ولا تلقاها طايحه من جدر فيها واحد الراس ابيض في لتحت ولا بجوج؟ لا مهرسه، ما كاينش جدر، غير من الله. تلقاها غير مهرسه. واش استشرتي الطبيب؟ درتي شي تحاليل ديال الدم؟ ما درت والو. واش من الاحسن ديري واحد التحاليل ديال الدم باش نشوفوا شنو هو النوع ديال هذا التساقط؟ لان تساقط الجلد هو دابا في الاحصائيات تقول لنا بانه السبب الاول ديال تساقط الشعر، تساقط الجلد عند النساء هو الهرمونات. لوبيسي اندروجينيتيك، ولكن سانوباش باننا تنديروا تحاليل اخرى بيناتها ديال فقر الدم. فقر الدم ما تنديروش، تنديروا الخزان. نعم. تنديروا هاد لاتيرويت هي من الاسباب اللي تدير هاد المشكل ديال تساقط الشعر. ومؤخرا كاين دراسات قالت حتى النقص في الفيتامين دي راه يقدر يؤدي الى تساقط الشعر. نعم، اذا هادشي علاش خاصها ضروري دير التحاليل. نعم، اذا التحاليل ضروريه في الحاله ديالك فاتحه. واخا عفاك استاذ، هذا كان ممكن المراه ديالك الله يجازيك بخير. واخا فتيحه، شوفي عليك وديما مرحبا، تنتبع البرنامج ديالك استاذه. مرحبا، على الراس والعين فتيحه، ما تقطعيش. والله الا تتنورينا بزاف. العفو، هذا واجب، هذا واجب فتيحه، ما تقطعيش. رجعي لعند سميحه وخذي الرقم الهاتفي ديالي، على الراس والعين. غادي ناخذ معنا بسمه على الخط هذه المره من مدينه الدار البيضاء. مرحبا بك بسمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح النور دكتور. صباح النور يا لاله. عفاك دكتور، عندي واحد جوج اسئله اذا كان ممكن. اول حاجه انا عمر ديالي 32 سنه. نعم. عندي مشكل ديال الشعر ديالي ما كي الو كنسمعوك بسمع. نعم، عندك مشكل في الشعر؟ ما كيطوالش، ما كيطوالش خفيف بزاف لواحد الدرجه كبيره. نعم. وعندي مشكل حتى ديال الاظافر ديال رجليين ما كيطوالوش نهائيا، يعني ما تقطعوش على عامين ثلاث سنين ما كيطوالوش. نعم. هذا بالنسبة للشعر وشنو. والسؤال الثاني، أنا عندي البنت ديالي صغيرة، إلا ضربت فيها شي حاجة وتقمشات هذاك الأطراف ما كيشيدش، واخا ندير كاع الأنواع ديال الكريمات وداك الشيء الوجه ما كيتشيدلهاش الأطراف. شحال في عمر البنيتة بسمة؟ شحال عندها منها؟ عندها 4 سنين و 4 سنين و 5 سنين. الأطراف فيها في الجلد ديالها ما كيشيدش. عندها البشرة شوية سميتو حلا سمرة شوية؟ لا لا لا، لا هي شوية بيضة وغير كتقيسها كتحمر. وانتي انت عندك هذا المشكل ولا في العائلة ديال السيكاتريس؟ انا انا عندي هذا المشكل ديال شي حاجة شي تخاف ما كيحيدش، ولكن انا البشرة ديالي سمرة يعني ماشي بحال اللون ديالها ولا. وبالنسبة للمشكل كنجرب الكريمات وداك الشيء، الا شي حبة الا ناضت وقشرتها صافي بقات هذيك لاطخاس ديالها سنين ما كيحيدش. واش الشعر ديالك ديما كان خفيف من الصور ديالك ولا هذا خفاف مع الوقت؟ لا 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 لا، انا فاش كنت صغيره بالعكس الشعر ديالي كان الزربه ديالو واقفه وكثيره، يعني ذاك النوع اللي كيتبوكلا. من بعد ملي ولينا كنديروا ذاك البروشينغ وذاك الشيء صافي ولات هابطه ولات رقيقه، ما بقاتش هذيك الزربه اللي كنعرف في الاول. واخا قطع ذاك ذوك السبايغ وذاك الشيء ما بقيتش كنديرهم، ولكن بقى عندي نفس البروبليم. وتتاخذي شي فاني ديال منع الحمل وذاك الشيء؟ لا لا، كنت كناخذ شحال هذه شي 5 سنين دابا، ولكن ملي درت ستيريل يعني ما بقيتش كنستعمل. داير ستيريل ديال الميكانيك ولا ديال الهرمونات؟ لا لا، غير ميكانيك العادي ديال الكويف. والضفار قلتي الضفار ما تيطوالوش الاخت بسمة؟ الضفار ديال رجليك ولا ديال يديك ما تيطوالوش؟ لا ديال رجلي، ديال يدي كيطوالو ماشي بزاف ولكن كيطوالو خفيف وكيتهرسوا مره مره، ولكن ديال رجلي راه ما تيطوالوش نهائيا. واللون ديالهم ما مبدلش، ما فيهمش شامبينيون ولا تيبان لك؟ لا غير ما تيطوالوش شي حاجه، غير ما كيطوالوش هما عادي. كلهم الضفار كاملين ولا غير الضفر الكبير؟ عندي 4 ضفار، والضفر الكبير كاع هو الوحيد اللي كيطوال، وكيطوال بواحد الوتيره صغيره.
مرحبا بكم. واخا يعني ما كيطولش بواحد الريتم كبير، يقدر يطول على على 4 شهور على 6 شهور، يطول شي شويه وصافي. واخا واخا بسم الله ان شاء الله نجاوب على كل الاسئله ديالك. العفو العفو، حنين وليك ان شاء الله. شكرا لك بسمة، تواصلتي معنا من مدينه الدار البيضاء. اذا بسمة العمر ديالها 32 سنه، تكلمات على مشكل عندها في الشعر ما كيطوالش، خفيف بزاف. اشرت باللي حتى الاظافر ديال الرجلين ديالها تقدر تخليهم حتى عامين 3 سنين ما تقطعهمش، ما كيطوالوش بالفعل. اذا بالنسبه للمشكل ديال 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 تساقط الشعر، ملي تكون عندنا واحد الكثافه ديال الشعر في لاج ديال لادوليسونس و أيه. تكون واحد الكثافه كثيره وتتكون الزغبه غليظه وهذاك الشيء، وتنظر لواحد بان مع الوقت تتمغادى وتضعف الشعر تيخفف، هنا كاين مشكل. نعم. اذا ولكن كاين الناس اللي ولا واحد السيدات اللي من الصور ديالهم الكثافه ديالهم قليله، أيه. ما تكونش عندهم تساقط. من تبدا السيده ايضا تتلقى الشعر ديالها تيطيح في الفراش من الحمام، تتلقى واحد الكميه كثيره تطيح، هنا راه كاين مشكل. هنا خصنا التشخيص، لان تيجي عندك المريض تيسول خصنا نشخصوا علاش التساقط ديال الشعر. الا ما عرفناش السبب ديال تساقط الشعر راه بحال ما تنديروا والو، خصنا نعرفوا دونك نشخصوا علاش تيساقط. واش مشكل ديال الهرمونات، مشكل ديال الغده الدرقيه، المشكل ديال لافيريتين، واش كاين شي مرض ديال السيستم، شي مرض باطني داخلي ديال الشعر، واش كاين شي مشكل ديال شي ديزيكيليبر هرمونال اللي تدينا هذا المشكل ديال تساقط الشعر. اذا بالنسبه لتساقط الشعر خصنا ضروري من التشخيص. ملي تنعرفوا التشخيص نعطيو ادويه على السبب، وتنزيدوا باش نقويو الشعر تنعطيو دي فيتامين، تنعطيو دابا كاين تنديرو الى ميزوثيرابي، تنديرو فيتامينات، كاين دابا لا بي ار بي، تنحيدو الدم ديال السيده وتنديرو في واحد لاباري تنانجكتيو تيعاون الشعر. ولكن الى ما عرفناش السبب سي اون تريت با لا كوز، راه ما يمكنش نعالجو الشعر. الانسان ايضا يعرف بانه الشعر والاظافر الكيغاتين سي لا ميم شوز، ملي تيكون الشعر تيطيح والضفار تيتهرسو، هنا كاين شي مشكل جينيرال عام يجب نعرفو شنو هو السبب ديالو. نعم. بخصوص الحاله ديال البنت ديال 4 سنين ونص، قالت بلي اي حاجه قاستها ولا ضرباتها هذيك الضربه كتبقى يعني بالاثار ديالها ما كتحيدش. كاين بزاف ديال الناس اللي الطبيعه ديال البشره ديالهم كتكون هكذا دكتور مرتقي، ربما كتلقى غير شي قميشه خفيفه وكتبقى معاهم سنوات، الاثار ديالها ما كيحيدش. بالنسبه للمشكل ديال الجرحه ما تتبراش، كاين الانواع، كاين جرحه اللي تتبقى تتبيغمونتا تتكحل، وكاين النوع اللي خايب بالنسبه الا كانت بنت غير ما تتكحل واحد شويه وتتبقى، راه ماشي مشكل بزاف. المشكل اللي عندنا خايب وهو الناس اللي تيديروا ما يسمى بلي كيلويد، مثلا تيتجرح وديك الجرحه ديالو تتبرا قاصحه وتتغادر تنفخ، تولي بحال تتخرج على الجلد تتولي تبان حبله. نعم. يعني هذا هو المشكل اللي عندنا صعيب، ما يسمى بلي كيلويد، وهو واحد تتبرا غابيدمون هذيك الجرحه وتتولي غليظه. نعم. هنا فين تيكون عندنا المشكل. بالنسبه لهذا المشكل هذا خصنا نديرو غير شوف ما عندنا نقص واحد الفيتامينات ديال لا سيكاتريزاسيون، دير لها واحد لو بيلون، لان ما عندها حتى مشكل، وتيبقى المشكل الوراثي هو اللي تيدير هاد الحاله هذه. اذا نتفادي باش السيد ما السيده ما تجرحش، والا تجرحات في واحد الوقيته دير واحد لا كريم سيكاتريزون، تحاول ما امكن الا كانت تكحال دير واحد ليكخون ديال الشمس باش ما تكحالش. المشكل كما قلت لي الاخت عفاف اللي عندنا فيه اللي تنوقعوا فيه اللي تيكون بوز ان بروبليم، وهو اللي كيلويد ملي الجرحه تتبرا قاصحه غليظه، هنا فين تكون عندنا المشكل. واخا غادي نمشيو دائما تواصلنا مع المستمعين الكرام. وفاء فائز هذا الصباح مرافقاني في الاخراج، شكرا لها، وسمحه الشوبيه في استقبال المكالمات ديالكم. غادي ناخذ كريم على الخط معنا من مدينه مراكش. مرحبا بك كريم. مرحبا لاله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. دايرين بخير؟ الحمد لله كريم. الحمد لله. كي داير دكتور؟ لاباس سيدي، الله يبارك فيك. الحمد لله، الله يسلمك. دكتور عندي واحد السؤال ديال ابخوبو ديال لابو ديالي. دابا بالليل سورتو بالليل ملي كنسالي الخدمه ديالي، دابا ملي كندبل الحوايج وهذا كنبغي نحك، يعني كنحك الجلد ديالي ياك. وملي كنحك حتى كيبان شي حبوب، يعني اكونسيامون كنحك، يعني انا عندي الرغبه باش نحك، كياكلني ديك البلاصه كتاكلني بلاصه نيمبورت كيل شي بلاصه في الدات ديالي. وملي كنحكها يعني كتجرح، يعني كنحك حتى ما كتجرحش، ديك الساعات ملي الغد لي كتبان الاطراف ديال الحكام وكيكون الحبوب، يعني اي فوا كنحك دابا ديك البلاصه كتنفخ، كيبانوا دي حبيبات كيتنفخوا في ديك البلاصه. هذا هو المشكل اللي عندي. المشكل دابا كان عندي سنين، ديجا درت انديغماتولوج وعطاني قوه لي برودوي، عطاني دي كورتيكويد، عرفتي الدور ديالهم راه صعب شويه، كينفخوا الدات وهذا كيعقلوا الدات، هذا تخي داك الشيء اللي ترجع عليهم. وهذا هو المشكل. واخا سي كريم، وانت اللحم ديالك ناشف، لابو ديالك ناشفه؟ ناشفه ناشفه بزاف. والعمل ديالك فاش تشتغل؟ رهيفه. والعمل ديالك فاش تشتغل؟ ماشي شي حاجه فيها الغبره ولا شي حاجه فيها؟ لا فيها يعني غبره. الشون انا كنخدم في لو شون، الشمس ديال الوسط النهار. اييه
وي واش شوف دابا انت سي كريم انت خصك تحاول تجتهد شويه باش داوي داوي راسك براسك دابا انت غتاخذ غتجتهد واحد شويه اولا وهو انت تكون لابو ناشفه خص الانسان يعرف بان السوفر لابو اللي ناشفه عندها مشكل لا كنجبوها دائما بديك الارض اللي كتكون ناشفه ومشقه راه تماما هكذاك البشره ديالنا ما تيوصلش من الاكل التغذيه ماشي ايكيليبري والماء الماء ما تيكونش يا مشكل ديال قوه الغسيل كنعطروا عليها بقوه الغسيل يا تنديروا شي برودوي اللي تيدير لنا هذا المشكل ديال تيخليها تنشف يا تنلبسوا شي حاجه مزيره علينا ولا شي حاجه يا فين تنخدموا الوصفه فين تنخدموا تكون فيه الغبره وداك الشيء وتدير لنا هذا المشكل اذا السي كريم قال لك ملي تيحك اللي تيخرج عنده الحبوب اذا واحد 100% عنده لابو ناشفه مش بدا يحك اللي تبدا تيدير بحال دي فوليكيلي دوك واحد الحبيبات تيخرجوا ناشفين تيكون تيتقشروا من الراس ديالهم عندك الصحه دكتور شوف ما دير لا كورتيكويد الاول غادا تاخذ واحد البرودوي انجيل سيلو كرا باش بقا تغسل الدات ديالك ما تبقاش تغسل بزاف بالنسبه لك انت شوف الحمام انتير ديال مشيش الحمام سي كريم نعم اذا الحمام ما خصوش الحمام ما خصوش ديغنيغ مون مشيت انا عند ديرماتولوج وعطاني جو اون تران دو سيفي ان تريتمون دابا اكتيلمون وقبل عطاوني ان برودوي سميتو لا ما تعطيناش الاسم ديالو الاسم ديالو لا هو ما فيهش لي سلفات هو لي ديسيا كان هو كان كندير به بان دو دوش هذا جيل جيل اييه جيل ان شامبوان بحال قلت لي ان شامبوان في الاخر ديال سميتو لكن دكتور عنده واحد 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 لا غومارك تري امبورطونت انا كندوش يوميا يوميا وشاك جور ملي كنسالي في الخدمه ديالي خصني ندوش ما نرتاحش انا الا ما دوشتش الا ما دوشتيش اييه حيت لو ميلي فاش كنخدم ما كيسمحليش باش نمشي نعس هكا اييه هذا هو وفعلا وديغنيغمون اللي كان ملي تبعت هذوك لي كريم عطاني دي برودوي بريباري في الصيدليه دو برودوي بريباراهم ليا هما ملي كان ما كدوش بحال قلتي بدا هذاك الشيء كينقص شويه هذاك قوه الدوش هذه ملاحظه للمستمع الكامل الى غيستفد منها اييه نعم ومهم هذا المشكل اللي عندي وهذا كما قلنا راه سنين هذه شويه تقريبا واحد 800 ولا تقريبا كنعاني في هذا المشكل والمشكل الثاني اللي بغيت نقول لك على تساقط الشعر واش هاد لي بوبليكيس اللي كيكونوا في هذا واش كاين شي حاجه ايفيكاس زعما واش الانبات الشعر مهم ولا شي حاجه اللي كتعاود تنبت الشعر نعم كريم الشعر ديالك غير كيطيح خفيف ولا مشى الشعر طاح في مره عندي واحد الخاويه في اللور سميتو ديال ايوا في الفوق والفوق هكا القدام كذا كيخفاف نعم هادشي اللي وشحال السن ديالك السي كريم انا 38 سنه 38 سنه في العائله شي واحد طاح ليه الشعر الوالد خوتك الله يرحمه هي الاب ديالك نعم نعم واخا سيدي واخا كريم ان شاء الله يوجهك اكثر دكتور عبد الله مرتقي وشكرا لك كريم تواصلتي معنا انت شرتي المعلومه اللي هي مهمه بزاف دكتور مرتقي انه الناس اللي عندهم البشره ناشفه ما كيخصهمش يغسلوا بزاف داك الدوش يوميا راه صعيب بالنسبه ليهم وربما علميا تاتي هذه المساله لانه كل ما كتكون ديك الطبقه الميد ما يلاه كتكون باش تحمي البشره وهما كيحيدوها مع الغسيل فغيبقاو دائما كيعانيو المشكل عند كريم هو بعض الانواع ديال المهن او الخدمه ما يمكنش الانسان يبدل الخدمه ديالو غير دابا الا كان بدا او ما يكونش الماء سخون ما يكونش الماء سخون في الدوش ما يكونش مسخون واحد لا دوش غابيد يكون سريع ما يبقاش تحت بزاف ويدير واحد البرودوي باش يغسل اللي مرطب الجلد ما يديرش واحد لي صابون يكون جيل ميد جيل ميد تحس به بحال كاين واحد الزيوت او ميم طون يدير الرغوه تنغسلوا بها ميديكال ومن يغسل خصو يدير المرطب الصحيح اللي تيمشي ليه مع البشره ديالو بون الله يحسن العوان دونك كانت الغبره ولا شي ولكن يكون واحد لودوش اللي غابيد وما يكونش فيه الماء السخون اييه نعم المدافي شويه نعم غادي نرجعوا نجاوبوا على النقطه اللي هي تكلم عليها على بالنسبه للشعر خوالي من القدام وكذلك عنده خويه في الوسط ديال الشعر ديالو غادي نجاوبوا كريم ربما بزاف ديال الرجال اللي كيكون عندهم هذه الحاله هذه وحنا في حلقه مفتوحه اليوم مع الدكتور عبد الله مرتقي طبيب متخصص في الامراض الجلديه الشعر والاظافر فاصل وراجعين بقوا معنا توقفنا دكتور عبد الله مرتقي في السؤال الثاني ديال كريم من مدينه مراكش 38 سنه تكلم على شنو العلاجات الفعاله بالنسبه للشعر هو لاحظتي في السؤال ديالو بحال بغى شي حاجه من الاخر قال لك دكتور واش كاين شي حاجه فعلا فعاله بالنسبه للشعر باش كيرجع يخلف خصوصا بالنسبه للرجال اللي كيوقع لهم هذا المشكل هذا هو دابا بدات عنده خويه قال في الوسط ديال الشعر ديالو ومشات حتى الجوانب من القدام بالفعل ان هذه العلامات اللي شار لها سي كريم ديال تساقط الشعر في الجناب لي غولف وهنا الوسط نعم اللور هادي سي لالوبيسي اندروجينيتيك الصلع الوراثي الهرموني اذا بالنسبه للمشكل هذا ديال الغالب الاحيان عند الرجال 81% اسباب تساقط الشعر هو الوراثي الهرموني الوراثه والهرمونات قد ما كان العلاج مبكر قد ما تكون تنحافظوا على ديك الكثافه ديال الشعر اذا دابا بالنسبه للتريتمون اللي عندنا وهو الانسان خصو يعرف هذا اللي عنده لالوبيسي اندروجينيتيك الشعر غادي يطيح ولكن الى طاح
لا 60 عام ولا 50 عام ماشي هي راه طالعه ماشي 38 سنه ولا 40 سنه واحد الجوج واحد الشاب مازال صغير 20 25 تيبدا شعرو تيخفف تيعطيه حتى لاصف الوجه ديالو تيعطي واحد لاج اكثر من السن ديالو تيكبروا عنده واحد الدور مهم في لاج ديال في المظهر ديالو المظهر ديال الانسان قد ما كان العلاج مبكر قد ما تتكون تنحافظوا على هذيك البصيله قد ما الشعر ما تيبقاش يطيح تنعرفوا بان الدوره الشهريه ديال الدوره لو سيكل بيلاغ وهو عندنا فيه اربعه ديال المراحل المرحله الاولى تتسمى لا فاز اناجين وهو الشعر هذاك البيلو تيكون طويل من بعد تطلع شويه لا فاز واحد لا فاز تتسمى كاتاجين ومن بعد تيلوجين هي فاش تيطيح الزغبه تتخفف وتطيح هاد لا فاز اناجين هي فين تيوقع المشكل هاد الانسان العادي اللي ما عنده حتى مشكل تبقى سنوات خمس سنين ثلاث سنين وهو الشعر مرتاح وتيبقى ينوض بلا ما يطيح بلا ما يدوز لافاز اخرى ملي تيولي المشكل ديال هذا السوليفي يدير واحد الهرمون تنسميوها السانك الفا ريدوكتاز هاد الهرمون هادي تخلي واحد الهرمون واحد هاد لونزيم اللي سميتها السانك الفا ريدوكتاز هذا الشرح العلمي لا فيزيوباثولوجي دابا كيفاش الميكانيزم تاع الشعر تيطيح في هذا المشكل ديال البي سي اندروجينيتيك الصراع الوراثي الهرموني لا تيستوستيرون وهي الهرمون مال تتحول لواحد الماده اخرى تسمى لا دي هيدرو تيستوستيرون على تحت تاثير هذيك الماده ديال لو 5 الفا ريدوكتاز نعم فكيولي بحال مؤكسد هادشي اللي كيوقع كيتاكسد اكسد وتتولي لو سيكل بيلر تيولي كور في العظم ما يبقاش الشعر في هذه الراحه ديالو تيولي في ساعه تيدوز للمرحله الاخرى كتولي العمر ديال الشعر كيولي قصير تيدوز الاخرى ومن بعد تيطيح ملي تنديرو سكون ابيل واحد الشعر تحليله تيتسمى لو تريكوغرام وتنهز واحد الزغبات وتنقراهم في الميكروسكوب تلقاو بان الشعر اللي في هذيك في هذه لافاز الاولى لافاز اناجين قليل الوغ كو تلقاو اللي في لافاز تيلوجين كثير واللي تكون عنده مشكل اخر مثلا ديال مشكل في ديال فقر الدم ولا مشكل ديال لا تيرويد تلقاو لي شوفو كاسي بزاف تنديرو لو تريكوغرام هذا هو باش نديرو الوصفه ديالنا دابا لو تريتمون دو فونسي كريم لي قال وهو هذا لو 5 الفا ريدوكتاز دابا كاين ادويه اللي تبلوكي هذيك لونزين تسمى لو 5 واحد عندهم واحد السميه اللي تنحبسوا هذيك الهرمون ما تبقاش هذيك اللونزين ما تبقاش تشتغل هي هو لو تريتمون دو فون بالنسبه للمشكل ديال الفيتامين والمشكل ديال هادشي ديال لي لوسيون داكشي كاين واحد لوسيون اخرى لي باز دو لامينوكسيديل هذيك هي عندها ايفي على هاد تتاثر على هاد لو سيكل بيلا لو سيكل بيلا هادو هما لي دو برودوي دابا اللي تيعطيو النتائج بالنسبه لداكشي ديال لي فيتامين داكشي بوغ لا شوت سيزونيير اللي تكون شي مشكل اخر مثلا ديال الزغبه خفيفه ولا شي حاجه ولكن لو تريتمون دو فون راه هو هذا ولكن هاد لونزيم عندها عواقب اخرى خص الانسان يشوف الطبيب ويستشر معاه ويشرح ليه العوامل لي زيفي ديالها وكومون سا سباس نعم غادي نمشيو من بعد كريم هاد المره في مكالمه اخرى معنا احمد على الخط من مدينه الرباط مرحبا بك احمد اهلا وسهلا اهلا وسهلا لك كيدايرين لاباس الحمد لله مرحبا بك شكرا بزاف على هذا البرنامج اللي شخصيا كنستافد منه واخا دي فوا كنلقى دي سوجي كي مكونسيرن با ولكن كنستافد بزاف العفو العفو احمد مرحبا وحنا كنحاولوا قدر الامكان نوعوا في المواضيع باش كلشي يلقى الضاله ديالو عندنا مرحبا لا لا واخا ما كيهمكش ولكن كتستافد كتعرف شي حوايج اللي كتلقاهم تبقى اخ ديالك عنده هذا المشكل تتقول له شنو شنو خصك دير راح يسمعها في الراديو دونك اليوم بغيت نسولكم واحد جوج الاسئله اي مرحبا سي احمد اهلا وسهلا بونجور دكتور بونجور صافا لاباس عليك الله يبارك فيك دكتور على الوقت اللي كتعطينا ولا الله يبارك فيك مرحبا كتعطينا عندي مشكل ديال كنت سافرت ونعست واحد الدار و 3 سمانة بخير لقيت واحد بحال ناطية تونيا في الراس تونيا واحد لابارتي شعري خوات خوات ودرت لها داك التومه شربتها درت كل شيء و سا بوز تخي تخي فاهم باقي دابا شي سا بخيسك دو مو باقي خاويه تتبان لي خاويه واخا بصح ما لقيتش ما عرفتش ندير معاها الحاجه الثانيه الوجه ديالي مزيت بزاف مزيت بغيت نعرف واش مزيت النيف ديالي كيدو شويه الوقت كنلقاو مزيتين بزاف بغيت نعرف واش سيدي لاليمونطاسيون اللي كناكل ولا فيه الحبوب واش هكا سي احمد فيه الحبوب ولا ما فيهش غير مزيت؟ لا الحبوب شويه ماشي بزاف شويه بعد مرات ما كينوضش يا غير واخا فاش كنحسن تبدا ينوض اسمح لي نسولك غير على السؤال الاول ديال الشعر واش هذيك البلاصه ولات بحال شنو بحال بحال البلاك دايره طاير من الشعر دايره دارت ولات بحال دوره خوات ما فيها لا قشور لا والو ما تتقشر ما والو لا ما كاين لا قشور لا والو لا قشره لا والو واخا سيدي واخا دابا ثلاث شهور وانا كندير الثومه داك الشيء اللي كنبقى ندير الثومه وشرطها وجابت لي واحد عرفتي جربت كل شيء وكاين الشعر خفيف
لا ماشي تخفيف جو فوا ميم بيض سي نوض بيض شويه بيض بيض شويه وصافي 3 موا دابا ما عرفتش شنو ندير معاه واخا سيدي واخا واخا سي احمد نجاوب على الاسئله ديالك ان شاء الله وشكرا لك شكرا تواصلتي معنا مدينه الرباط العفو هذا واجب شكرا لك تفضل دكتور مرتضى اذا بالنسبه للمشكل ديال تساقط الشعر اللي تيكون داير دي بلاك تيسمو دي بلاك دايرين خصنا اون دوا غير نحيدوا المشكل ديال اون تاني ما يكونش شي ميكروب ولكن هو تنظن سي احمد في الغالب تكون عنده التعلبه لانه سولت ما عندوش القشره ومن بعد تينوض الشعر وتعقب يطيح بالنسبه للمشكل ماشي تونيا لا ماشي تونيا ماشي غير باش نفرقوا تونيا التعلبه بوحدها وال... اذا تونيا بالفرنسوي تتسمى تان وهو مرض معدي اللي تيكون واحد الجرثومه تجي من واحد واحد شومبينيون تيجي من حيوانات تيجي من شي فراش قديم ولا شي حاجه ممكن وتيكون الشعر بحال رازي بحال تيتهرس الشعر شوفو كاسوم تندير واحد لاباري لا لوميير تيبان واحد ديك لاتيش تبان في واحد في واحد لاكولور سبيسيال باش نشخصو باش ندير الفرق بيناتهم بالنسبه للتعلبه وهو مرض سي مالادي اوتو اومي الجسم تيدير واحد لي زونتيكور تيكون الانسان عنده واحد المرض واحد المرحله ديال لو ستريس ولا شي واحد التغيير نفسي ولا شي شوك والشعر تيبدا يتهرس من الداخل نعم الزغب تيدير هذا المشكل هو راس الزغبه ما تتموتش غير تكون او روبو ما تتبوسيش هنا من الاحسن سي احمد يشوف الطبيب راه تياخذ تعطي واحد الادويه واحد الاقراص عن طريق الفم ولا تندير واحد لي زانجيكسيون فين راه تينوض الشعر مادام تينوض الشعر في فوتيق تقل في نفس البلاصه في هذيك البلاصه وتينوض الشعر وكيخلف الشعر اييه بالنسبه للوجه ديالو مزيد سولنا على السؤال ديال الاكل بالفعل مؤخرا دراسات بينات بانه الناس اللي عندهم بشره مدمه راه كاين علاقه ما بين الاكل والمشكل ديال البشره المزيد نعم بين هاد المواد وهي لي برودوي لي تي الزبده مشتقات الحليب الشوكولات الفرماج وداك الشيء ديال الحليب ومشتقاته ودانون الياغورت هما تيديروا سميتو تيديروا المشكل ديال تيدمو البشره اذا لما فيش الحبوب راه ماشي مشكل ياخذ واحد لو جيل بو غراس يغسل واحد لو جيل تينشف ويدير واحد لا كريم بو غراس في الليل ويحاول يدير هذا الريجيم هذا خاصه الا كان عنده الوزن شويه زين يدير هذا ينقص هذا المشتق الحليب ومشتقاته وما غاديش يبقى عنده هذا المشكل ديال التزيج نعم غادي نمشيو هذه المره ودائما تواصلنا مع المستمعين الكرام من مدينه الرباط هذه المره غادي نمشيو لمدينه طنجه ونستقبلوا رجاء معنا مرحبا بك رجاء السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله كنشكركم على هذا البرنامج العفو رجاء مرحبا الله يجازيكم بخير بغيت نسول الدكتور أيه؟ عندي مشكل مشيت عند ديرماتولوج قال لي عندك بيركيرا قاطي كيخرجوا لي غير في النص ديالي ديال رجليك هذا المشكل عندي من تقريبا بدا لي في 2003 2003 يعني بزاف كلشي كان سي بون مزيان يعني التحاليل بدات تقريبا كلشي بيرون ديال كلشي بقات تقريبا عامين مشى عاود رجع لي في 2016 لا هذا عامين مشى عاود دابا رجع لي دابا المشكله بحال ما عندي والو كيمشي القيطات دابا مشيت عند ميدسان في بالباطيني عاود تحاليل كلشي كلشي عمل لي يعني بزاف كاين مشى لفرنسا اللي هنا نعم قال لي كلشي عندك مزيان سمحي لي الاخت رجاء نعم دابا انت فاش تشتغلي ما عندكش خدمه واقفه ولا جالسه تتقعد كنوقف شويه في التعليم كنوقف كتوقفي بزاف نعم المهم شويه وعندك بالنسبه لهاد البيغبيغا حبيبات يكونوا تحت الجلد حمرين كحال كيطرطق الدم كيطرطق كاين اللي كيبقى صغير كاين اللي كيتنفخ واحد الوقت كيتنفخوا كيبداو يحرقوني دابا يعني صافي تقريبا بداني هادشي في شهر 9 دابا راه ما عندي والو دابا غير شي نقيطات خفافين وشنو قال لي صافي قال لي واحد الحليله ديال البوله هي اللي قال لي فيها شي شويه ديال الدم هذيك اللي غنعاودوها يعني وما عطاني صافي هادشي اللي قال لي ما عرفتش دابا شنو ندير عطاني غير اوبوكالسيون هذا الشامبو نعم ولكن دابا خصنا تشخيص البيغبيغا البيغبيغا وهو فاسكولير قال لي فاسكولير اي دابا البيغبيغا فاسكولير وهو الدم تيخرج من واحد العرق وتيبقى تحت الجلد تنسميو البيغبيغا ولكن شنو السبب ديالو؟ كاين دابا كاين بلاتي اختي كاين واحد المرضي تسمى واحد سميتها كابيلاريت دوماجوشي واحد الكابيلاريت وهو غير الناس اللي تيكونوا عندهم بحكم العمل ديال الوقفه واحد لبس العريقه تيكونوا فراجيل تيبدا يخرج داك الدم ولكن كاين امراض اخرى اسباب اخرى تقدر تعطينا هذا المشكل ديال بيغبيغا اذا شوف من الاحسن تبي مع الطبيب ديالك ديال الطب الباطني حتى تلقاو السبب وحاولي كما امكن تحاولي ديري لي بات كونتونسيون باش تبروتيجي هذوك العريقه ديالك ما بقاوش يطرطقوا شنو نعمل؟ لي با دوك لي با ديال اللي تيجمعوا لي با افاريس او هما نيت نفسهم نعم لي با افاريس لي با افاريس هادو عاده رجاء خاص يكون في القياس ديالها ماشي تاخذ ماشي تاخذ من اي بلاصه كل فورس 3 اييه راه الطبيب ديالك الا سولتيه اليوم غادي يوريك شنو غديري وغادي يوريك فين تاخذي المقاس وفين يصيبوهم لك باش يكونوا في القياس ديالك في العبار ديالك ويعطوك نتيجه مزيانه
ولكن مادام الحمد لله عندك لي بلاكيت مزيانين وما كاينش ما كاينش التهاب داخلي شويه ديال انا قلت لك شويه الدم في البول هذاك الوقت شوفي معاه يكون عنده علاقه مع دوك لي فاسكولاريتا هو سي فاسكولاريتا تكون في سميتو تشوفي معاه واش كاين الله يستر واش الذئبه واش المهم تتبعي مع الطب الباطني ديالك حتى تلقاي السبب غيكون واحد السبب يا اما كما قلت لك غير تسمح لا فراجيليتي كابيلير غير هذوك العريقات ولكن الا كان مشكل اخر معناتها عندك لي ماتوري البول ملي درتي التحليل ديال البول داك ديال 3 السوايع لقيتي بان لوطو ديال الجلوبين روج طالع عندك في لوسون تسمى ان ايماتوري ميكروسكوبيك هنا خصنا نشوفوا السبب غيكون واحد المشكل لان فاسكولاريت حتى لي غان راه فيها لي فيسو تما شي كذا ريقات تيطرطقوا اذا من الاحسن تتبع مع الطب ديال الباطن وحتى تحاول تشوف حتى الطب الاخصائي في امراض الكيلي باش تشوف هذا المشكل ديال شفت امراض الكيلي لي ماتوري ميكروسكوبيك اللي عندها لان تكون تقدر تكون علاقه ما بين الرجلين وما بين لان سي بيغ بيغ فاسكولار وهو العريقات تيطرطقوا لان انفلاماسيون دو وداك الدم كيبقى تحت الجلد كيبقى تحت الجلد اذا كان تتبول حتى الدم عند البول الدم ما هي ما تتشوفوش ديال الطبيب تحليله تصبح لو كوندا ديك تلقاه بانه تيحسبوا لي نومبر دي زيماسيد ميكو تيلقاو بانهم زايدين ما خصوش يفوتوا 1000 تلقى عندها هي زايده وقال لها من الاحسن تشوف الطبيب الباطني وتحاول تشوف الطبيب ديال الامراض الكيلية نعم فرجاء هو وجهك دكتور عبد الله مرتقي ونتمنى ان شاء الله تعرفي شنو السبب باش تعرفي حتى الاجراءات اللي هي ضروريه ان شاء الله باش ما يبقاش عندك هذا المشكل ناخذ معنا بعد رجاء من طنجة هذه المره مكالمه اخرى ليلى على الخط اهلا وسهلا بك ليلى مرحبا بك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله اهلا اختي عافية لاباس عليك الحمد لله ليلى مرحبا كيداير الدكتور لاباس اختي الله يبارك فيك عرفت بغيت نسول سؤال الدكتور اييه تفضلي يا ليلى مرحبا بكم على التسجيلات الخاصة بقناة منى المزيونة انت كنتي قبل ما ندير العملية على ودني كانت سيمانة وتمشي بحق منين ديك العملية ما بقاتش كتجيني علاش درتي العملية على الودن ديالك؟ كان عندي سمع مسقوط كان عندك مشكل في السمع اييه كان مشكل في السمع ومنين داك العمليه صافي مشات الحبوبه ما بقاتش كتجيني اييه حق دابا مؤخرا بدات كتجيني في السمانه وتمشي عاوتاني دابا راه فيا وكتحرقني بزاف وما عرفتش مناش حبوبه في ورا ودنك ورا الاذن ديالك مورا الاذن ديالي ومقيحه مقيحه تيكون مرات اخرى ستانكيست هذاك ستانكيست تيكون ورا الاذن هما يعني تكون كبيرة يعني ماشي حبوبة صغيرة تكون حبيبة وتخرج منها القيح تيبقى يخرج منها القيح اي يعني هي شحال هادي دابا شي عامين داك العملية ما يعني ما بقاش كتجيني دابا غير مؤخرا فهاد السيمانات هادي ولات كتجيني معرفتش واخا اختي واخا ماشي مشكل غنجاوب واخا شكرا لك ليلى تواصلتي معنا شكرا جزيلا تفضل دكتور مرتضى اذا هادو في غالب الاحيان ورا الودن تيكون ما يسمى بلي كيست سي سوندي كيست سوندي كيست سي باسي واحد الاكياس تيتعفنوا تيكون ورا الودن الا بقات غتاخذ واحد الادويه ديزونتيبيوتيك واحد لاكريم ولا بقات تمشي وتجي من الاحسن تحيدها تحيد لي داك الجلده كامله تحيد لها كابسول باش ما يبقاش يجي هذاك الكيست نعم هادشي خصو يكون عند طبيب ديال الامراض الجلديه بالفعل الامراض الجلديه تيحيد هادو وتخدير محلي وتنحيدو هذاك الكيست تنحيدو اون فوا تيتحيد لا كابسول ديالو تيتحيد ما تيبقاش يرجع لها اذا البنجره كيكون غير موضعي ولا ماشي شي عمليه صعيبه سهله مصدقه نعم ناخذ من بعد ليلى هذه المره في مكالمه اخرى ام هاجر على الخط من مدينه الدار البيضاء صباح الخير ام هاجر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله شكرا لك الاستاذه عفاف وكنشكر الدكتور مرتقي مرحبا شكرا الله يخليك انا عندي مشكل ديال التساقط ديال الشعر اييه بواحد الحده يعني كيطيح لي شعري بزاف كيطيح من 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 جدر من جدر كنلقى هذاك الراس ديال الشعره كنلقاه ابيض نعم وعاوتاني كيتكفر كنلقاه كيطيح على جوج مرات كيتكفر وكيطيح من جدر كنلقاه في حوايج ديال الملابس ديالي الداخليه فوق المخده اللي كنعس عليها المهم درت التحاليل ديال الفيتامين دي وديال فقر الدم لقيت بان عندي نقص في الخزان وعندي نقص فيتامين دي ودابا عافاك بغيت نسول الدكتور واش نكمل غير على هذاك الدواء اللي عطاني الدكتور وغادي من بعد يحيد هذا المشكل ولا خصني ندير العلاج ديال تساقط الشعر حيت كيطيح لي شعري بزاف سمحي لي اختي شحال السن ديالك 40 سنه ما تاخذيش دواء على شي حاجه اخرى ولا كناخذ واحد لابتيليل على واحد لي كيست عندي في الثدي ديالي اللي فيها البروجيستيرون أيه هذيك سيئة تقدر تأدي إلى تساقط الشعر شوية كطيح الشعر طيح الشعر إذا ولكن من خديتي دابا الحديد وخديتي التساقط نقص شوية ولا باقي هو كما نقص شوية نقص ولكن يلاه بديت العلاج ديال الحديد بالنسبة للخزان عندك نقص على الأقل تاخذ الدواء واحد ربع شهور ديال الفقر هذاك الدكتور قال لي 3 شهور ناقص 7 أو السبعة خصو عندك العام واحد 50 انت السن ديالك خصو عندك واحد 50 من الأحسن تاخذي واحد 4 شهور
تاخذي قبل الماكله باش تكون لابسوربسيون ديال الحديد كثيره تكون في الصباح والفيتامين دي راه يكون عطاك الطبيب الشيما ديالو. ولكن الا لاحظتي الشعر ديالك اختي بقى تيطيح راه كاين سبب اخر اللي تيزيد طيح لك الشعر. ما دير واحد شهرين بالك الشعر مازال تيطيح ما نقش، من الاحسن تشوفي هذاك المشكل ديال هذا البروجيستيرون واحد الماده هرمونيه تهي تطيح الشعر، لان ديك الدوره لو سيكل الدوره ديال الشعر تتقلل منها تخليه يبدا يطيح. نعم شكرا لك دكتور. العفو اختي العفو. عفاك استاذ عفاف دوزي الستاندر الله يخليك. واخا ام هاجر ما تقطعيش وفاء رجعيها لعند سميحه. شكرا جزيلا. شكرا لك ام هاجر تواصلتي معنا. ناخذ خديجه على الخط هذه المره من مدينه مراكش. مرحبا بك خديجه. السلام عليكم العسل. وعليكم السلام ورحمه الله. صباح الانوار لله خديجه. الله يطول عمرك. شكرا بزاف على البرنامج. العفو العفو. يجزيكم بخير يا رب امين. مرحبا دكتور. صباح النور لله. يجزيك بخير دكتور. الله يجزيك بخير دكتور. بغيت نسالك، عندي واحد جوج خالات في الوجه ديالي، وحده من تحت العين وحده في الجنب ديال الوجه ديالي. وبداو تيكبروا دكتور وبغيت نحيدهم مخوفه. يعني واش كاين لو ريسك فيهم ولا علاش فتحيديهم؟ انت مقلقينك من الناحيه التجميليه ولا؟ تيكبروا دكتور. كيكبروا تزاديتي بهم؟ تزاديتي بهم ولا؟ تزاديت بهم دكتوريه. وكيفاش تيكبروا؟ تيكبروا في الحجم تيغلاضوا ولا؟ هما كحلين كحلين ولا بيضين؟ لا وحده هذه اللي حدا العين قويه. قويه. الحنك ديالي بدات تكحل. تيحكوك تيسيلوا بالدم تي؟ لا ما تيقعدوا حتى شي مشكله دكتور يعني. واخا اختي هو من الاحسن. شوف بالنسبه للخاله فوقاش تقلقنا حنا. كاين المشكل ديالك انت اللي قلت ديرونجيك استيتيكمون من الناحيه التجميليه المنظر ما عاجبكش، قدروا نحيدوا لك المريتي في داكشي. ولكن حنا كاخصائي تنقلبوها بواحد الديرماتوسكوب واحد لاباري وتنشوفوا فيها واش فيها شي مشكل ولا ما فيهاش مشكل. بالنسبه للتحيات ديالها راه بسيط، راه كاين واحد التحيات دابا الحمد لله راه تطورات الجراحه وتطور هذاكشي، ما تبقى فيك لا سيكاتريس لا والو. ولكن ضروري ما تقلب واحد الديرماتوسكوب باش نشوف، لان من تنقلب انا بالديرماتوسكوب كطبيب اخصائي وتتبان لي بان ديك الخاله راه فيها مشكل الله يستقدر دير شي مرض، راه التحيات ديالها ماشي هو بحال مني من تيغدويا مقلقاني استيتيكمون دكتور. نعم اذا من الاحسن شوفي الطبيب ديالك الاخصائي غيقلبك بواحد لاباراي واحد صغير بحال البوله صغيره تيتسمى الديرماتوسكوب، وهو غادي الساعه غادي يشرح لك. نعم دكتور شكرا. شكرا الله يجزيكم بخير. العفو. شكرا لك لاله خديجه. الاجر الحسنات. يا رب يا رب امين. شكرا علينا وعليك لاله خديجه. شكرا لك تواصلتي معنا. اذا بالنسبه للمشكل ديال الخالات، دونك الخالات كاين واحد لاغيك تسمى ا بي سي دي او وهو لاسبي غنشوف انا كطبيب اخصائي واي طبيب. لو بي لو بور لو بور ديالها تيكون هكا ما مقادش يكون ديشي كثير داير ما مقادش. ا بي سي لا كولور تتكون لا كولور هيتيروجين فيها نص كحل نص مارون ولا تتبغى اللون ديالها تيتبدل بدا تتكحل بسرعه ولا شي حاجه يعني بان الميلانوسيت راه بداو تيتكاثروا. لو دي لو ديامتر وهو ملي تتكون الديامتر هو فايت 6 مليمتر هنا تتبوز لنا مشكل. وليفوليسيون ليفوليسيون هي الخاله كيفاش تمشي مع الوقت. تيجي مريض تنسولو واش عندهم سوابق في العائله ديال سرطان الجلد الله يستر، واش عنده هو شي مشكل ديال السرطان. هاد الخاله بدات تتكبر كما شرحت لها السيده بدات تيتبدل ديالها اللون تنشوف بدات ساسين ساكغات هنا تتنظر الطبيب وتيقلب لاباري وتتنظر البصر ديالها. بالنسبه للجراحه راه تخدير محلي ونحيدو تندير واحد ليماج تيسمى ليماج دو سيكوريتي تندير لها واحد التحليله باش تجينا بان ليكزيريزي لي كومبليس وراه ما كاين حتى مشكل. نعم وغادي نعاود نذكروا بمساله اللي هي مهمه بزاف دكتور مرتقي، كان شائع بزاف في المجتمع ديالنا كيقول لك ومثلا سنين هو عايش بهذيك الخاله ما كانت فيه حتى حاجه، حتى الوقت اللي مشى باش يحيدها عاد لا قدر الله جا واحد السرطان او لا كون ما قاسهاش كون ما طراش له هكا. كانت دائما هذه المساله الشائعه بالفعل. علميا شنو اللي كيوقع؟ لا دابا هذا خطا. اش تيوقع؟ هو السيد راه عنده سرطان عنده راه كانت كيكون كون سرطان في هذيك الخاله وخلاها دار ما بغات تمشى فين ما مشى. ملي تمشي على الطبيب تيشك فيها تيحيدها تيقول لك راه غير حيدها لا علاقه. هو لو ميلانوم وهو لو ميلانوم هذا السرطان الجلدي سي السول كونسير يستر كيغيريسابل 100% 100% ما تدير لا راديوثيرابي لا شيميو لا والو الا تم البتر ديال ديك الخلا في الوقت المبكر وكان كان البتر الصحيح ديالها. يعني خص ماشي نحيدوا اللوحه ونرميوها في الزبل، هذيك ملي نحيدوا خلاص ندولها واحد التحليله تتجينا تمشي للمختبر تمشي للمختبر مختبر تشريح طبي اللي تقول لنا بان اشنو فيها تنشوفوا الميلانوسيت كيفاش داير لاكتيفيتي جونكسيونال كيفاش دايره وتيقولوا لنا بانه راه ليكزيريز كومبليس هنا راه 100% ما عندوش مشكل. ولكن ملي غندير انا التحليل ويقول لي راه فيها ميلانوم وتنعبروا تما يسمى بواحد لانديس دو بغيس واحد الماده تنعبروا ما بين لاسيون لايستر تيمورال
ولا باز اللي صحيحه ملي تيكون طالع انا راه مشكل اذا راه التاخير باش حيد هذا السيد ماشي الطبيب اللي حيد لي. نعم غنشكرك بزاف دكتور عبد الله مرتقي طبيب متخصص في الامراض الجلديه والشعر والاظافر شكرا جزيلا لك. احنا وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامجكم الصحه والسلامه وغدا باذن الله غادي يكون موعد جديد معكم دائما في برنامج صحه وسلامه لكم اطيب وارق تحيه من عفاف ماجد رفقتكم وراء الميكروفون شكرا لوفاء فائز هند كانت معي في الاخراج وسامح الحشوبي مشكوره كانت استقبال مكالماتكم اوقات طيبه وممتعه قضيوها دائما رفقة برامج الإذاعة القريبة منكم ميد راديو إلى اللقاء.